بالنسبة للأمثال اللي عم تبعتوا لي إياها على الفيسبوك، كمان وليد عم بيقول خلي حطبيتك الكبار لعمك أذار أو لأذار الغدار مثل ما كمان هو عم بيقول، ورانا عم تبعت لنا من باريس عم تقول صاحبتها كان دائما تقلها مثل كنت كثير تحبه وهذا الشيء حبت اليوم تذكره لأنه بذكرها فيها، وهي عم بتقول إنه لو بدها تشتي كانت غيمت بقى كانت تحبه كثير منا واسمها هلا، راح نتابع اكيد هي لو بدها لو بدها تشتي كانت غيمت، امبارح على فكره ما كثير غيمت وشتت اليوم يا رنا، بنطمنك هذا الشيء وبنخبرك الى باريس من لبنان من بيروت. راح ننتقل لعند شيف عبد الله ونكون مع اول محطه ورشد ملح. بونجور لكم جميعا، اليوم مثل ما بنعرف جيت باخر دقيقة انا لاعمل لاكون محل شيف شادي، شيف شادي مريض، ان شاء الله يكون على سلامة. مثل ما بنعرف ست البيت بتيجي اخر دقيقة ما عاملة طبخ، شو بدها تعمل؟ بتعمل برجر، فأهين شيء كل واحد عنده طريقة يعمل برجر، اليوم حنعمل اثنين نوع برجر، وحدة ايجيان مع تشيكن، ووحدة ايجيان مع بيف. أنا حبلش بنقعة تشيكن لحط التشيكن ينقعوا بقلب البراد، بدي كزبرة مفرومة، هحط الكزبرة وزيد عليها عصرة حامض فوق الجاد، وحزيد ملعقة كمون، نص ملعقة بهار فايف سبايس الآسيوي، وشوية حر أحمر أو لسان العصفور الناشف. برجع بزيد لهم شوي من الملح، وعندنا هون شوية زيت زيتون، اللي ما عنده زيت زيتون مع توم أو مع أعشاب في يستعمل زيت زيتون عادي، ححط شوية زيت زيتون. هيدي النقعة تعيد الدجاج تاعنا. أما الدجاج عندي دجاج صدورة، ما حنعمل دجاج ونمرقه على المكنة أو دجاج مفروم، حنخلي الصدورة مثل ما هن، بس الفرق حنقصهم كيوبس وحأرجع دقهم هلا منشوف كيف، ونقعهم حطهم بالنقعه اللي عندي اياها اللي هي قلت انا كزبره زيت منكه بالثوم شويه كمون شويه بهارات صينيه حامض حر احمر وملح. هستعمل ورق النايلون لدق الدجاجات اللي عندي. ما بدي دقهم كثير، بس مجرد يطروا معي او يمدوا اكثر ليغطوا خبزة البرجر، وحشيلهم ارجع وحطهم بالنقعة كل الدجاجات بدهم شي ساعة بالبراد. وبس نرجع نحن عنا اللحمة، انا اليوم جبت لحمة توب سايد او فيكم جيبوا وش فخد مع شوية دهنة. نحن بالبرجر مثل ما بنعرف بنستعمل 90% لحمه و10% دهنه حتى تكمش معنا البرجر وما تكون مدهنه. انا عندي لحمه ما ححط لها شيء هلا، بس ارجع انا وياكم نرجع بنشوف كيف حنطبق الايجيان برجر البيف والتشيكن بيكونوا نقعوا شو حنحط معهم بالخبزه. نرجع لعند غيدا. شكرا شيف عبد الله. جديده هيدي لسان العصفور. اليوم رح نتابع مع محطه لما، رح تخبرنا عن الموضه اللي بتحبها الستات بيكرهوها الرجال. شوفي مع لما. صباح الخير. صباح النور. شو ما عملت الست مفروض يحبوا الرجال؟ لا ما فيك تفرضي، يعني امبارح اصلا جوزيف هاتنا انه دائما نحن هو عم يطالب بحقوق الرجال. صح هيك؟ على كل على فكره حلقه امبارح اللي ما قدروا يشوفوها لانه صار في عنا بث مباشر، بحب اقول لهم اكيد انه فين يشوفوها على صفحتنا على الفيسبوك وفين يشوفوها على اليوتيوب، وطمنهم انه رح ارجع اخذ نفس الموضوع اللي هو الموضه عبر 100 سنة. رح نرجع نشوفها بحلقه مره ثانيه. بالنسبه للثياب اللي فيهم يحضروها اكيد يعني على الفيوتشر ويحضروها يعني على النتورك تبعتنا او على عالم صباح او عند اللملومه على شوفي شوفي. فبالنسبه للموضه اللي الستات بحبوها والرجال ما بحبوها، دائما هيدي معركه دايمه.
لننطلق من هالموضوع لازم يعرفوا الناس انه الرجال اجمالا ما بيحبوا يلي نحن بنحبه. بحبوا الالوان، السيدات بحبوا الاسود كل الوقت، بحبوا الميك اب، السيدات بحطوا كثير ميك اب، الرجال ما بحبوا الميك اب. هلا ببعض المواضيع رح نمرق على بعض الصور على بعض الاشياء يلي عليها عراق جدل حل الشعر. رح قلكم وين معهم حق وين نحن معنا. رح نبلش سوا ونحكي عن اول لوك بحبوه السيدات وفي جدل عليه عند الرجال يلي هو البيبلومز. اوكي في انا ما بحبه كمان لكم هيدول الرفاريب بسموه رفراف بلشوا لابسه رفراف. طيب هالرفراف في له ادفانتج. اول شيء بيورجي خصر السيده بين ارفع، ثاني شيء بيغطي لنا بعض التضاريس يلي نحن ما لحقنا نشيلها خاصه ما لحقنا نشيلها ما لحقنا نعمل لا سبور ولا وات ايفر. هلا اذا بدي اعطي رايي انا بكل شفافيه هاي القطعه مش كثير محبوبه. انا بلاقيها انه كمان مش كثير حلوه. اي انا ما بحبها لانه بحسهم انه مثل واحد مركب شيء على حاله. في ورجي انا محاسن الجسم بغير طريقه بلاهن هول الرفاريف. بس في ناس بتحبها وبفهم انا هون انه ما حاسن بيكون الوضع ابدا. بفهم انه هون الرجال ما يحبوها. 1-0 للرجال. بهيدي انبسطوا سجلوا يلا. ثاني صوره بينيز، هيدول اللي بنلبسهم بشكلهم بسموهم مثل انه بتشبه الفاصوليا. الفاصوليا حبه الفاصوليا. ليه ما بيحبوها الرجال؟ انه بيقولوا انه اذا حطيتها هي معدومه انه عم بتحطيها مش لتتدفي. هون الرجال لورجيكم انه ما كثير بيتابع لا الموضه ولا بيشتلق غير بيشوف شيء على الراس، لانه الرجل بيحب شعر المراه، بيحب يشوف المرأة بلا شيء على راسها، لا بحب الغرة نمبر 1، لا بحب تحط شيء على راسها، لا بحب العوينات. طيب بس نحن إذا كثير بدنا نلحقهم لشو هن بحبوا ما بنقعد لا لابسين يلي نحن بنحبه. وبدك الفتاة والسيدة لازم كمان تهذب له ذوقه للرجل. أيه. لأنه الرجل مش فاضي يلحق الموضة. أيه. كثير قليل يلي بينتبهوا أو بيقولوا واو. أيه. أو عندهم هالحس نادرين نادرين. فهيدي العراسة بيعتبرها انه شو هيدي مثل الطاسة وليش حطيتيها. هي لما تكون طويلة كتير لورا معها بتصير مش حلوة. فعرفوا البسوها. انا مع وضد هون انه هيدي البيضة مثل ستوب تبع الموتو هيدي اللي اول واحدة اول واحدة. اوكي جربي البسيها بطريقة انه ورجي الشعر شوي اكتر. البسوها مع شوية انوثة اكتر. ايه ما تجي هيك بوف انه يلا حطيتها ومشيت. عم نوصل على فترة بهيدا ما بقعدوا بيهضمها للفاصوليا اللي على راسكم كثير تقيلة حتى لو غليتيها يعني. فالفتيات بهالايام وهيدا اللي عم نخاف منه عم يقعوا بفخ مش بس الموضة بالنونشالانس بيتركوا حالهم الاهمال انه يلا بحط شو ما كانوا بظهر. الشاب كان يعملها ونسكت له هلا ما عدنا نسكت للشاب يطلع كيف بقى للفتاة. صح. فخذوا الشغلة اللي بتريحكم وجربوا انتم تلبسوها بطريقة تورجوا فيها انه في موديل في انوثة. اهم شيء الانوثة 100%. هي حبة الفاصوليا دونك رح نعطيها نص علامة. ايه رح ننتقل للويتشز للسنيكرز. طيب هيدولي اكيد ما بيعطوا الور ناعمة للفتاة. صح. بدها تورجي انه انجرة عريضة. طيب هن معمولين لهالشيء. هن بيريحوا بالإجر بيريحوا بس ما ترتاحوا كثير. اي صح. مثل قصة البيركنشتوك. البسوا بيركنشتوك بس ما ترتاحوا كثير. انا ما كثير بحبوا للبيركن لانه البركي عريض. اصلا هيدول شوي انحف هول بضلهم يعطوا فورمة الإجر. الحلو فيهم عندهم هالكعب الجواني يلي بيشقل الجسد لفوق. صح. بضل في شوية أنوثة. بس اكيد الشاب رح ينجلط. ليه؟ سألوني ليه؟ هلا في منهم انا عم من غيره صبح وظهر وعشيه وعلى الترويقه وبعض الظهر وبالليل وبالتخت وانا ونايمه بكون لبستهم مش لانه انا مرتاحه في البسهم بكل الاوقات. احترموا الاماكن اللي انتم فيها في شيء وارحموا حالكم وارحموا حالكم. في دريس كود غيره. في دريس كود يعني انا ما بفهم
روح على سهره لبستهم ويكونوا كل الناس لابسين مثلا دريس كود اكيد لا قالت لبسوا شوفي بايات انه صار سهره لا. فضل تلبسي بايات بالنهار ببين كثير اهضم وكثير احلى من ما تلبسيه بالليل مش بمطرحه. بقى الاجرين اذا الوجع عريض الاجر ما لازم تكون كثير رفيعه مثل اوليف اويل شو بيصير بين انه الاجر هالقد ضخمه والاجر رفيعه. هون بطمن السيدات والفتيات اللي اجرين شوي مالينين بيلبق لهم الوجه كثير اكثر من اللي رفيع من رفيع نعم. اوكي هون يعني ينبسطوا في نعم. وزن زايد شوي 100% ايه. نحن ننتقل للسوق انه الفلوبي هاتس في افهم شو ما عجبكم فيها نعم هون الرجال يا ريت بتخفف وبتحملوا خفيف انه في اروع من هالانوثه اتس سو فيمينين سو اريجنت سو كلاسي بس لانه شباب هالايام ما عادوا معودين على البرانيت صح ما عادوا معودين على شيء اسمه كلاس بفتيات عمرهم هلا الرجال الاكبر بالعمر لا بحبوا بيقدروا هالشيء والهي هيدي بعد شوي يعني كمان هلا بعد الصيفيه اكثر للشمس حلوة انا ايه. ما عم بفهم هدول كثير احلى من البينيز اللي حاطينهم على راسكم ايه. مزبوط بلاقيها كثير حلوه صفر للرجال تعودوا تعودوا سجلوا عندكم سجلوا كثير حلوين هلا شابويت وان سايد شيرت رح ننتقل للصوره الثانيه قال هون الرجال هيدا مثل بيقول لك تعوا لتجي ايه وبيجربوا هن يورجوا انه عم ياخذوا وكذوب علي هون الايجو بتدخل عند الرجال كيف ظهره ومبيده البرا هو لانه هو منرفز انه ليش ظهره مش لانه مش حلو هلا ريليفنت اذا انت ما انه تكوني كونسرفاتريس او ما تكوني انت متحفظه على هاللبس اذا انت منك متحفظه وعم تحكي بس لانه عندك ايجو لقلك ما بدك حدا يتطلع بالفتاه اللي انت معك شيء واذا انت متحفظه انا بفهمهم هون بحترمهم اكيد انه ممنوع تطلع بالطريقه ايه. بس يلي ما عنده مشكل سوري كثير هالشيء اتس يونغ اتس فريش اكيد بدي البسه على البحر بدي البسه باماكن بينلبس ايه. وفي برا في برا هلا اذا بالاسواق معموله لتبين يعني بتكون دونتر بتكون كثير عريضه مثل كانك لابسه تقريبا التيوب اللي تحت تحت القطعه فسؤالي لكم بركي بتجاوبوا غيد عليه هل انتم ضد هالشيء لانه الايجو تبعكم تحرك او ضد لانه الشكل مش عاجبكم هذا خاصه للشباب هذا سؤال بكره هذا سؤال بكره رح نشوف الصورة يلي وراها قصة الحمرة القوية الحمرة القوية الرجال بحبوها كتير ايه؟ بس ما بيعترفوا فيها كمان هم تدخل الغيرة الحمرة القوية حلوة الحمرة القوية النظر جدا it's very sexy it's very feminine حلوة وقتها بتكون الميك اب العيون مش قوية لحتى ما مبين فولجر لأنه دغري في شعرة بين الفولجاريتي والأنوثة to be flashy فالحمرة كتير حلوة كمان نعرف وين وامتين وكيف نحطها بس بنصحكم الحمرة القوية ما تحطوا جلوس فوقها بليز لأنه بتصيروا مجلغمين صح وبتصيروا تبينوا مثل لبسين الأكل ولادها إيه. فتحطوا حمرة حمرة ما تحطوا فوقها جلوس لما تشوف خليها مات لتضلها مات وتضلها نات اللي وراها أنه شوفي شوفي انه الرجال معه حق زليار بالمية إيه؟ الا اذا في هالوين يعني اذا في في مناسبة سعيدة من هالنوع إيه؟ انا بطلع بهيدا الميك اب بس انه الساعة 10 تكوني رايحة تشربي قهوة مع البوي فريند مش بس هيدا حتى 10 الصبح و10 المساء هيدا المكياج يعني كثير هالقد قوي على العيون الا اذا في هالوين هالوين بارتي. اذا في موضوع معين في ثيم انا بظهر عليه او فوتوشوت إيه؟ لشيء اسمه فاشن اذروايز فوتو شيلوا المكياج مش فوتو شوت هلا هيدا اقل من اللي شفناه بس تل بتحسوا انه هيدا بس للفوتو شوت اورفوار ميرسي هذا سموكي وبعنف يعني كثير قوي نبرم اعطيني صوره اللي هي الباندو بيكيني هيدا الباندو بيكيني يلي بلا بروتيل بيساعد الفتاة ما تترك علامات الرجال ما بيحبوها لأنه بتلغي شكل البريست إيه؟ أنا بفهم هون بس الرجال هون عم يفكر بس بحاله رجعنا دايما الإيجو تبعه إيه؟ وبيفكر هو كيف بيشوف الأشياء الفتاة كتير بترتاح بهيدا الكاين أكيد أنا بلاقي أنه غير كات أفضل إيه؟ ببين جمالية الجسم أكتر بيريح بسباحة أكتر بيريح أكيد بسباحة إيه؟ لا التشميس
منيح للتشمس. ايه انا لانه بحب اسبح اكثر ما اتشمس، مش هيك يعني ايه. وهو اجمل اصلا اكيد بالفعل. لحتى نحكي عن كل شيء رح ننتقل بسرعه هيدي شو هي؟ هيدي هي لتزرق الصرصور بالقرنه المينيموم. هيدي ابشع، انا بلاقي ابشع شوز نزلوا. أيه. اول شيء بيضروا للاصابع، ثاني شيء في شوز مروسه بس مش هالقد. بتذكروني باخواتها لسندريلا جرازيلا ودرازيلا ودرازيلا. هدول نحن اكيد عم نروح تو ذا اكستريمز بالصوره. أيه. عم نشوف بس انه بتشوفيهم اوقات 100%. هلا الاجره كثير كبيره، يعني فوق 38.5 ما بتلبس شوز كثير مروسين. وهي منا طويله. يعني بده يصير في بروبورشن، مش بس نشوف اجريها لقدام بس، بيتعبوا وبيوجعوا. ايه. ما بيلبسوا غير لمحلات قليله ومش كل الوقت، يعني بيوجعوا الست اللي لبستون وبيوجعوا النظر. اخر صوره على السريع فينا نمرق، ما بعرف ان شاء الله نقدر. يلا منلحق على دغري. عن الفيك نيلز. ايه. اوكي، الضفير يلي قصيره يلي عندها مرض ما عم نقدر نطولها، مجبورين نعمل فيك نيلز. ايه. الشباب ما بيحبوها وقتها بتكون مثل الساحره. ايه. بس وقتها بيكون حدا بحاجه يحطها بده يحطها بطريقه تبين طبيعيه. اكيد سو تقبلوا الموضوع. ايه. اذا ما عندها ضفير بس ما عم بيحبوه. ايه. الشباب لانه عم بيشوفون انه فيك. ايه مزبوط، يعني عم بنحطه غلط، عم بيكونوا كتير واضحين ومش دلوقتي. مش محطوطين حلو. نحن بنرجع نشوفك اربعة الجاي ان شاء الله، عليك لما بيقدروا يشوفوا كل المحطات على فيوتشر تي في نتورك، واكيد رح نتابع محطاتنا بعد لحظات. ارض وورد مع كندا، خليكم معنا.